فانا عايزاك برضو تكلمني عن الشباب اللي النهارده بيعتمد عليهم مهاجم احمد عبد القادر طبعا اللي شفناه في طلائع الجيش. عايزاك تحكي لي عن اللي حضرتك يعني قمت بتدريبهم وقد ايه ده ممكن يفرق حتى مع المواهب اللي النهارده حضراتكم شغالين عليها وكابتن فتحي مبروك. هو شوف حضرتك، انا اول حاجه بشكر مجلس اداره النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب ان جاب الراجل ده موسيماني. طبعا اولا هو كفكر الراجل ما شاء الله ماشي كويس جدا، جابه في توقيت صعب جدا. مهم جدا المدرب والكابتن هاني عارف الكلام ده، اللي يجي يبص للناشئين. احنا كان عندنا فتره يمكن الكابتن هاني كان موجود فيها، كنت تحس ان اللعيبه بتيجي النادي موظف، يعني حاسس انه هيجيبوا حد من بره هيجيبوا، لكن الراجل ده لما جه وادى الفرصه للولاد الصغيرين دول، اولا كلهم لعيبه على مستوى عالي جدا، وهم دول ولاد النادي اللي هيخدموا النادي، اللي هيقفوا في النادي، هم دول اللي هيخلوا النادي طول عمره ماشي زي ما كان ماشي. يعني انا فاكر الجيل بتاع الكابتن هاني حوالي 9 لعيبه طلعوا درجه اولى مع مستر فايتسا ويمكن قبليها كمان جداد، ولعبوا كلهم، يعني كلهم لعبوا ولعبوا منتخبات مصر ورا بعض. يعني احنا 7 لعبنا في خلال شهر، كنا تقريبا 6 7 كلكم. يعني انا فاكر انت وكابتن عادل عبد الرحمن وعمرو انور وعبد الجليل، فرقه يعني كانوا كلهم وياسر محمدين كلهم، وكانوا لعيبه طالعين لعيبه كبار، وكلهم بقوا لعيبه كبار وبقوا نجوم. صحيح، نفس الوضع يمكن فرقه ابراهيم سعيد وهاني سعيد وكلهم طلعوا. فهو ده المفروض الاهتمام بقطاعات الناشئين، اولا هتوفر عليك مبالغ كبيره جدا، عندك لعيبه موهوبين جدا. صح، هو مش كل الناس، يعني معلش مع احترامي لكل الانديه، النادي الاهلي بيدور على البطوله، واللي بيدور على بطوله برضو المدرب بيبقى عايز يجيب البطوله الاول، فبيستنى شويه عليهم او بيتاخر شويه عليهم. والنادي الاهلي برضو عمل حاجه كويسه جدا، الاعارات اللي بيطلعها دلوقتي كتير، لعيبه بتاخد خبرات، لعيبه بتستفيد من الماتشات الكبيره اللي بتلعبها، وبنرجع نجيب اللعيبه دي تاني بس بعد الاعراض. فعشان كده انا مبسوط جدا ان مستر موسيماني جه، ان فعلا جاب لعيبه كويسه، اختياراتهم كلها كويسه، يعني فخري والعربي بدر وشادي وفي غيرهم فارس وفي حسام ميدو وفي لا في لعيبه كتير، واحمد شكري وفي مصطفى شوبير واحمد طارق سليمان. ومصطفى شوبير حضرتك ضربته كان مش كده؟ يعني قعد فتره انا كنت ماسك مواليده وقعد فتره، بس هو كان مصعد للفريق الاول برضه كان بيتمرن، لكن هم كلهم ولاد كويسين، واعتقد النادي الاهلي يعني عنده منجم ذهب، يعني بجد انا مش بجامل. نعم، النادي الاهلي كل قطاع الناشئين عنده منجم كبير، منجم ذهب بيشتغل عليه. وحضرتك دلوقتي انت لو تابعت كل ماتشات الدوري الممتاز، مفيش فرقه ما فيهاش 3 4 من النادي الاهلي من ناشئين النادي الاهلي.